أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار بمبادرة احتواء أحداث النزاع القبلي بإقليم النيل الأزرق التي أطلقها صندوق إعمار الإقليم بهدف طي صفحة الخلافات والنزاعات والعمل على إقاثة المتضررين وإعادة النازحين أيضا إلى مناطقهم. وأبدى سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وفد صندوق إعمار إقليم النيل الأزرق ولجنة مبادرة احتواء النزاع القبلي والإقليم استعداده لدعم المبادرة وجهود القائمين عليها، وأيضا ترتيب لقاءات لقيادات النيل الأزرق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بقرض الاطلاع على آرائهم ومساهماتهم لاحتواء النزاع القبلي بالإقليم. للحديث عن هذا الصدد أيضا لإيضاح كل ما يدور في هذا الجانب معنا داخل الاستوديو عبر الأقمار الصناعية دكتور محمد أبو بكر. مرحبا بك دكتور محمد في مع الأحداث، وأنت عضو اللجنة العليا لأبناء الهوسة لإدارة أزمة النيل الأزرق ومسؤول الدعم اللوجستي، مرحبا بك. مرحبا بك وشاكرين على قناة البلد للاستضافة. مرحبا بك. بداية دكتور محمد، كيف تابعت الأحداث المؤسفة التي شهدتها النيل الأزرق مؤخرا؟ في الحقيقة هي الأحداث هي لم تكن مفاجأة، لأنه الإرهاصات حقت الأحداث دي هي كانت قد تكون يعني واضحة. هناك فيديو كان منتشر لمجموعة من الناس وأحدا يعني يقرأ لهم مجموعة من القرارات اللي خرجوا بها المؤتمرين على الملا، فافتكر هي دي البداية حقت الأزمة. من الواجب كان على الحكومة هي أن تقوم بالاحترازات اللازمة حتى لا تقوم الكارثة. فحقيقة عندما خرج هذا الفيديو هناك تحركوا أبناء النيل إقليم النيل الأزرق برئاسة الأمير نور الدين لتوضيح هذه الحقائق، ولكن حقيقة الجانب الحكومي أو الخطاب الذي أرسلوه إلى مجلس السيادة لم يجد طريقه يعني للحال، يعني كان المجلس السيادي هو قرأ هذه الخطاب وعمل به لما كانت هذه الكارثة. نعم، بوصفك الآن أنت عضو اللجنة العليا لأبناء الهوسة، دعنا نتعرف أكثر على اللجنة والجهود المبذولة لنزع فتيل هذه الأزمة. أولا نحن نحب أن نصحح، هذا الذي يحدث في النيل الأزرق هو ليس صراع قبلي. الصراع القبلي هو تحصل إشكال ما بين قبيلتين، سواء كان في 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 غالبا ما تكون ما بين المزارعين والرعاة، ولكن هذا الذي جرى هو تم ترتيبه بجهات منظمة. طالما أنه هناك جهات منظمة فافتكر ماذا تعني بتم ترتيبه أستاذ أو دكتور محمد؟ هناك اجتماعات جرت، الاجتماعات دي جزء منها يوجد في الأسافير، جزء منها يوجد في الأسافير وجزء منها هو مؤتمر. فافتكر الصراع اللي قاعد يكون في النيل الأزرق هو ليس صراعا قبلي بين قبيلة وقبيلة. ما هي الأسباب لهذا الاقتتال الذي أنت تسميه اقتتال غير قبلي وإنما اقتتال مخطط له؟ نعم، هناك يعني هدف بتهجير يعني جزء من المكونات بتاعت النيل الأزرق منهم الحوثة من مناطق مزارعهم وتجارتهم وتهجيرا من هذه المناطق. فده الهدف من هذا النزاع أو الصراع تهجيرا، لأن في ذاك الفيديو اللي يكون متداول وإنه هناك إنه قبيلة الحوسة إنه ينزو منهم الأراضي وينزو منهم الجنسيات وينزو فيه، إنهم وجود الحوسة في السودان هنا موجود الدولة السودانية. نحن لا نريد أن ندافع من أجل، ولكن إذا رجعنا قليلا للتاريخ قبائل الحوسة يعني هي من القبائل الشاركة في الثورة المهدية، هي موجودة قبل المهدية في السودان حقيقة، لأنه الهجرة الأولى البلد من سكته لدول غرب إفريقيا كلها كانت عن طريق السودان. هذه الهجرة تاريخها 1583 بلد. نعم، سلطنة يلجت سلطنة مايورنو
من المكون اللي قاعد يكون في سلطنة بايرن هو مكون الحوزة. دكتور توجد محمد توجد كيف اسمع لي أن أقاطعك، كيف توصف هذا الاقتتال بأنه غير قبلي وهو كل ما يدور الآن في منطقة النيل الأزرق ما بين قبيلة الحوزة وقبيلة البارتا، ورأينا أيضا تفاقم الأزمة إذا أن أيضا للحوزة كان رد فعلا هنا في العاصمة الخرطوم وفي العديد من ولايات البلاد، كيف تصفه بأنه غير قبلي؟ حقيقة الحوزة هم عندما حدث القتال وطلعوا بالملايين في معظم الولايات منها الخرطوم، كسلة جرت فيها بعض الأحداث، القضارف، الشمال كردفان، النيل الأبيض، كثير من المدن مثل السوكي، مثل الحواتة برضو حصلت فيها بعض الأحداث، ولكن هم وقفوا من أجل أن يقف التطهير الإرقي اللي قاعد يتم في 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 النيل الأزرق. في النيل الأزرق الشيء اللي قاعد يحدث هو عبارة عن تطهير إرقي، وقاعد يكون واضح من الفيديو اللي قاعد يكون متداول، هو واضح إنه هناك عملية مخطط لها ستتم، يعني عملية حق التطهير إرقي وتهجير المواطنين يعني من مساكنهم وغرام. نعم، نجد من جانب آخر أنت تحدثت عن هنالك جهات مستفيدة من مثل هذه الصراعات، برأيك الآن الصراع في العديد من مناطق البلاد مثل دارفور ومنطقة الكرنك ومنطقة العديد من المناطق في كسلة، هل برأيك هذه هي نيران الفتنة لتفرقة أبناء الوطن الواحد؟ نعم، نفتكر أنه في هناك جهات يعني تلعب في هذا الوتر، وتر القبلية، وتر تزييف الحقائق، وتر الإشاعات الكثيرة، يعني يتداول في كثير من من المواقع وكثير من التنظيمات السياسية. حقيقة هي أخطأت، نرى أنه يعني حقيقة أحيانا يحملوا قبائل الحوزة، يقولوا أنه قبائل الحوزة هي جزء صحيح موجود في النيل الأزرق، ولكن أصبحوا تابعين لمالك أجار، لذلك الجهة المخالفة لمالك أجار هي قامت بالاعتداء عليهم. أنا أفتكر هذا الحديث غير صحيح، فإذا كانوا هم الجهة عندها خلاف مع مالك أجار فكان من الأفضل أن تهاجم مالك أجار، ما تهاجم المواطنين اللي قاعدين يكونوا أبرياء وقاعدين يكونوا عزل، فده المنطق. هناك بعض التنظيمات أنه يعني هملت أنه الحوزة أنه بيجوا هم مالك أجار، فالحوزة هل برأيك التنظيمات الموجودة الآن في النيل الأزرق السياسية هي السبب فيما يدور؟ لا، هناك تنظيمات الخرطوم في بياناتها يعني هي يعني ذكرت انه الحوزة انه هم اصبحوا طبعا مالك اجار، وده السبب اللي خلى انه الجهات انه الحوزة هم يصبحوا مع مالك اجار، يصبحوا مع الله، يصبحوا هم احرار لانهم مواطنين في البلد ده، فيقع عليهم ما يقع على الاخرين يعني. نعم، فالمسألة انه يعني انت اخراج الصراع اللي قاعد يكون او النزاع اللي قاعد يكون موجود او عملية التطهير الارضي اللي قاعد يكون من سياقها ووضعها في اتجاه، افتكر انه الطريقة تكون ما سليمة. نعم، بحسب متابعتكم الان للملف كيف هي الاوضاع دكتور محمد على الارض هنالك في النيل الازرق، هل انتهى هذا الاقتتال؟ حقيقة اللجنة العليا لإدارة الازمة عندما وجدنا انه العمليه اللي قاعده تتم هي عمليه حق التطهير الارقي ذهبنا حقيقه وجلسنا مع رئيس المجلس السيادي عمليه تطهير عرقي، عمليه تطهير ارقي، فجلسنا معه واوضحنا له وهو بيكون عارف طبعا، اوضحنا له بالشيء اللي حاصل يعني لان نشوف انه المعالجات تتم كيف. الان تقريبا انه في قوات امنيه هناك، وان كان يعني كثير من الاهالي اللي قاعدين يكونوا موجودين هناك انه بيروا انه السلاح اللي تم استخدامه برضه هو جزء منه سلاح بتاع البلد يعني سلاح بتاع الدوله للاسف الشديد يعني. فالاوضاع الان هناك معسكرات، والمعسكرات دي في معسكر يعني عباره عن فصول. نعم. ما مريحه، ضيقه، يعني ممكن تلقى قرابه ال 500 طفل هو في فصل. الخريف جاي، لا توجد مواد بتاعت ايواء. ونحن شايفين انه الوضع عشان انه يرجع للاستقرار ويرجع لهنا، اول حاجه المعالجات حقت الاستقرار انه النازحين ديل والمتضررين والمتاثرين ديل يرجع لغرام ويوفر لهم الحمايه اللازمه من قبل الدوله. ده يفتكر انه دي اول حاجه مفترض انه هي تكون. الشيء الاخر برضو انه يخلوا المواطنين انه يصلوا للنيل الازرق على الاقل يشوفوا اهلهم ويطمنوا عليهم. ولا
الشيء الثالث برضو انه لابد الان اللجنه حقت الناس المتاثرين قاعد يكونوا موجودين في النيل الازرق هناك انه يكون مشاركتهم يكون مشا يتم مشاركتهم في اللجان حقت استلام القوافل والاشراف عليها والتوزيع للاهالي حتى يطمنوا انه الحاجات دي في الفترات الاولى نعم. كانت هناك يعني قوافل من عده مناطق تقريبا انه منعت يعني من الدخول نعم. منعت تماما من الدخول فيفتكر انه الخطوه دي برضه انها ما قد تكون هي سليمه يعني. نعم بالتاكيد، نحن سنتابع حديثنا معك وهذا النقاش عن ما يدور في اللجنه او عفوا في النيل الازرق ولايه النيل الازرق، ولكن دعونا نخرج نتابع هذا المقطع لمالك عقار وتعليقه على حدث النيل الازرق. وعوده اليك. عودة لكم من جديد، ونرحب بجديد بالدكتور محمد بكر حسن زكريا عضو اللجنة العليا لأبناء الهوسة لإدارة أزمة النيل الأزرق ومسؤول الدعم اللوجستي. مرحبا بك من جديد دكتور محمد مع الأحداث. مرحبا بك دكتور محمد. قبل هذا الفاصل تحدثنا عن هذا الاقتتال وتحدثنا عن العديد من الجوانب، ولكن دعني أنتقل معك إلى جانب في غاية الأهمية. الآن على الرغم من توقيع اتفاق السلام تظل الأحداث الدموية تنفجر بشكل مؤسف جدا، أين تكمن الأسباب؟ الأسباب هي قد تكون معلومة جدا، هي من المفترض أنه الناس هي تزيل المسببات حقاتها. أنا استمعت قبل قليل إلى التعليق أول نعم، ما هو تعليقك؟ الخطاب السيد مالك عقار عضو المجلس السيادي، فافتكر انه الشخص الذي يعني اخرج الفيديو وينشر خطاب الكراهيه يعني بطريقه يعني قد تكون مبززه، وللان يعني هو انطلق يعني بالامس الغريب وكان عمل لايف ولا كان عمل مؤتمر صحفي، وهو كان بسببه يعني حصل كل هذا الموت وحصل هذا الدمار يعني، ولا زال هو انطلق. فافتكر الدوله او فرض هيبه الدوله لابد انه يكون هناك في عداله. دكتور محمد، هل تعتقد بين هذا وذاك؟ اسمح لي ان اقاطعك، هل تعتقد قرابه او ما يقارب ال 100 قتيل بسبب لايف؟ اكثر 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 من 100 قتيل. هل لايف قادر ان يعمل ان يقوم بكل ليس هذا؟ ليس لايف، هو مؤتمر، المؤتمر لديه توصيات، والتوصيات دي على الملا الذي يعني يذكر التوصيات حقت المؤتمر. المؤتمر فيها مجموعة يعني من المنظمات أو مجموعة من الكيانات يعني، فيفتكر إنه لا زال هذا الذي يعني يبث يعني خطاب الكراهية هو حر طليقا، وأنت لسه تقول يا أخي إنه أنت عندك قانون عشان أنت تمنع الاتصالات عشان أنت تمنع هنا الخطاب بتاع الكراهية، افتكر هذا الحديث ما صحيح. فأنت هذا الحديث هو لو صحيح فالمفترض انه تبدا تمسك الذي بدا ثم تنتظر الاخرين الذي يخطا، لكن الانسان المسبب لهذا الاقتتال هو حر طليق يعني، ولا الناس الاخرين رايك لماذا هو الان حر طليق؟ لا ادري. ما تحليلك؟ لا ادري لماذا هو حر طليق لحد الان يعني. فيفتكر انه برضه من الحاجات اللي هي بتودي للاستقرار انه هو لابد انه من فرض هيبه الدوله، ولابد انه الاداله هي تاخذ مجراها. الاداله هي تاخذ مجراها، والقانون مهما تكون كبير. البشير هو كان رئيس الدوله يعني. نعم. هو كان زعيم بتاع يعني اصابه برضه، الان هو موجود في السجن. فيفتكر انه برضه انسان قاعد يبيس خطاب بتاع كراهيه انه يكون لا زاله يكون لا فيه، فافتكر برضه الحديث ده ما قاعد يكون صحيح. كل الناس هي مواطنين في الدوله يعني. يعني ما قاعد نتكلم يعني من جانب انه قاعد يكون قبل، لانه اصلا هو صراع ليس صراع قبلي. فكل الناس الموجودين كانوا اهل يعني. الذين ادخلوا هذا الفهم اللي قاعد يكون خاطئ هم الذين قاموا بالمؤتمر يعني، فبقيه المواطنين ليس لهم اي، فهم ناس بسقوم يعني. نعم. برايك لماذا لم يكتمل انجاز ملف الترتيبات الأمنية إلى الآن بحسب اتفاق جوبا، وهل يمكن أن يشكل هذا إنجاز هذا الملف المخرج الآمن للبلاد من التفتتات الأمنية؟ والله لا لا لا، الملف بتاع الترتيبات الأمنية هو قاعد يكون مهم شديد، بالذات في الفترة اللي احنا قاعدين فوقها، البلد هي الوضع بتاعها
وهو بهش. صحيح. لا يسر أذو ولا صديق. فالأدم عدم الإنجاز ملف الترتيبات الأمنية بالطريقة اللي هي تكون مثلها يعني برضو يعني هو مؤثر يعني في 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 في, في الأشياء اللي هي قد تكون مرة في الدولة. لكن افتكر طالما انه هناك جيش وهناك قوات دعم سريع وهناك جهاز امن وهناك شرطه، فافتكر كان من الافضل انه يتدخل يعني يمنعوا مثل هذه الاشياء يعني. نعم. كيف برايك يمكن لحكومه الفتره الانتقاليه ان تحد من هذا الصراع القبلي واعاده الهدوء لمناطق النزاعات؟ هو ليس صراع قبلي، انا زي ما قلت الخطوة الأولى هي عودة النازحين والمهجرين إلى قراهم الأصلية، توفير الحماية اللازمة لهم. الشيء الآخر اللجنة حقت التغصي يقبض كل من يعني يشتبه به في ويقدم للعدالة يعني. الشيء الآخر إنه برضو يعني الأوضاع عشان هي ترجع كما هي انه برضه الان يحاولوا انه يسمحوا للاحالي او الاحالي الناس المتضررين لانه بالوصول عليهم الاطمئنان. نعم بالتاكيد. الان ما هي مطالبكم للمجتمع الدولي بخصوص حمايه المدنيين؟ نحن الان لحد الان نحن الملفات بتاعت لدينا لجنه هي قد تكون قانونيه. نعم. اللجنة القانونية دي برضو لديها العمل يعني لديها العمل في كل الذي يعني شاهدناه سواء كان على مستوى اللايفات أو على مستوى الفيديوهات أو كل أي شخص يعني هو وضح وظهر في الفيديوهات اللي قد تكون بالتأكيد هيكون ملاحق من قبل اللجنة التابعة للجنة العليا لأبناء الحوزة لإدارة الأزمة. نعم دكتور محمد، أنت كعضو للجنة العليا لأبناء الحوزة، هل برأيك وأيضا مطلع على السياسة بالبلاد، برأيك هل يمكن أن يكون هذا السيناريو لتفرقة أبناء البلاد وأيضا للنزاعات في مناطق مختلفة بالبلاد، يمكن أن يكون هذا لأجل إضعاف قوة البلاد في هذه الفترة الخطرة جدا سياسيا واقتصاديا التي تمر بها البلاد؟ بالتأكيد بالتأكيد أي اقتطال يحدث في البلاد مع الوضع اللي قاعد يكون هو ضعف للبلاد يعني وتفتيت وتشتيت. نعم. فلذلك لابد أنه الناس يتفوت الفرصة للذين يعبثون يعني يعبثون بوحدة البلاد. هل يمكن أن نتوحد أبناء الوطن الواحد، وهل يمكن أن نتفائل بأن جميع السودانيين بمختلف جنسياتهم وعرقياتهم وأيضا مختلف مسمياتهم يمكن أن يتفقوا وأن يصبحوا إيدا أو يدا واحدة؟ والله السودانيين هم بيتفقوا إنه ما يحس إنسان الخرطوم يعني بالإنسان الأطراف يعني لا النظام ده هو حصل يعني في يعني نجد يعني انه الخرطوم هي تتاثر اكثر. نعم. بالذي يحدث في الخرطوم هنا فقط، لكن الذي يحدث في الاطراف دارفور كردفان النيل الازرق شرق السودان كانما لا يحدث هناك. هذه هي اسباب المشكله يعني السودانيه. ف من اين نشأت تلك المصيره هذه؟ تلك المصيره. نعم. من اين نشأت هذه المشكله؟ من تاريخ تأسيس الدولة السودانية؟ هل منذ وجود العهد المباد؟ من التأسيس، من تأسيس الدولة السودانية 56 ظهرت هذه الإشكال. من تأسيس الدولة السودانية هناك مشكلة يعني حقيقة. فهذه المشكلة الآن يبدو السودان هو وصل للأضم. نعم. نعم بالتأكيد. دكتور محمد أبكر حسن زكريا عضو اللجنة العليا لأبناء الهوسة لإدارة أزمة النيل الأزرق، شاكرة لك جدا لوجودك معي في مع الأحداث لوجودك معي في تسلمي تسلمي بارك الله. نعم. وبهذا تكون قد تكاملت ملفاتنا لهذه الحلقة وهذا اليوم، تناولنا العديد مما يدور في الساحات السياسية والاقتصادية بالبلاد. نتمنى ونأمل أن تكون البلاد دائما في أمن وأمان، وأن نكون وأن نتوحد تحت وحدة البلاد وسلام وأمان البلاد، ولا فرق بين عرقية أو هوية
أو منطقة محددة من مناطق البلاد، كلنا نقف تحت طائلة البلاد، وأيضا نقف أيضا تحت أن تكون هذه البلاد هي آمنة وسالمة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع أحداث، دمتم في أمان.